السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي. مرحبا وألف مرحبا كل واحد دخل عندي. كنت من ان شاء الله تشاركوا في القناة ديالي وتخليوا لي التعاليق ديالكم واللايكات وتدعموني باش ان شاء الله ندير الجديد. اذا اخواتي في هذا الفيديو غادي ندير صابلي مالح، يعني صابلي صالي مالح بالملحة بلا سكر، كيجي زوين ولذيذ والمقادير ديالو ساهلين وبسيطين كما العاده، ساهلين مالين. اذا خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير والمقادير. عندي هنايا زبده مارغرين، عندي 70 غرام ديال زبده مارغرين، 70 غرام. عندي هنايا بيضه كامله، عندي 4 كاس ديال الزيت نباتية، 4 كاس. وعندي معلقة صغيرة ديال الزعتر والملحة، شوية ديال الملحة حيت هو غيكون مالح، نكترو شوية الملحة ماشي بزاف. وعندي جوج الجبن، عندي جوج فرماجات مثلات، جبن مثلات تقدروا تعوضوه بالجبن المربع او جوج معالق هذاك الجبن الاحمر الفرماج الاحمر، جوج معالق كبار اللي عندكم ديروه. المهم هي ديروا هاد الصابلي، راه زوين بزاف والمقادير ديالو سهله وكيجي لذيذ. اذا نبداو على بركه الله. والدقيق هنايا نسيت الدقيق، عندي هنايا الدقيق، نبداو على بركة الله. نحيد هادشي من هنايا، باش نلقى فين نخدم نجيب واحد البانيو فين غادي نخدم. بسم الله، نديرو الزبدة هي الأولى. عندي هنايا 70 غرام ديال الزبدة، نديرو معاها 4 كاس ديال زيت نباتية. نخدمو هاد الزبيدة مع هاد الزيت، غير تجربو هاد الصابلي راه زوين واقتصادي وسهل. كيصلح حتى المرضى السكر اللي مرضين بالسكر، حتى هو كيصلح ليهم يديروه وياكلوه. خدموا هاد الزبده مع هاد الزيت مزيان حتى تولي على شكل بوماد. صافي، من بعد خدمت الزبده والزيت غندير هذوك الفرماجات المثلث جوج، عوضهم فرماج مربع اولا جوج معالق كبار ديال الفرماج الاحمر الجبن الاحمر. ندير هذاك شويه ديال الملحه، نضيف
دابا غندير هذيك البيضة. خدمو هكا مزيان، دابا غادي ندير الدقيق شوية بشوية. نجمعوا هذا الخليط، دابا غندير هذاك الزعتر، معلقة صغيرة ديال الزعتر، هو تيعطي واحد النسمة زوينة. كما كتعرفوا الزعتر فيه فوائد زوينة للصحة. كنزيدو الطحين، كنزيدو بشويه بشويه حتى تجمع لنا هاد العجينه ديال الصابلة. كنشوف الطحين حيد هاد الشيء، غادي نجمعو بلي شوية مازال خفيف، غنزيدلو شوية ديال الدقيق. تجمع لنا هاد العجينة ديال الصابلة. Thank you.
صافي دابا هي تجمعات العجينه، ما تكونش خفيفه وما تكونش تاني قاصحه. صافي دابا هنخليها واحد شويه وعاد غادي نطلقها بالمدلك بعد ما ارتحتي واحد شويه، واحد ماشي بزاف غير شويه. دابا غادي نطلقها، ندير شويه ديال الطحين باش ما تبقاش تلصق لنا العجينه في المدلك. نشوفوا القياس اللي بغينا، زيد شويه طبعا. انا عندي هذا المرشم هذا ديال الورده، ندير به ولي ما عندوش بحال هذا المرشم ماشي يدير شي مرشم اخر، ماشي مشكل يدير الشكل اللي بغى. جربوا هاد الصابلي راه زوين وسهل واقتصادي. نجيب واحد اللاطة بلا ما ندهنوها حيت هاد الصابلي راه فيه الزبدة، بلا ما ندهنو ديرو هكا ثاني هادو باش نخليوها ثاني باش نطلقوها. حاولوا ماشي نعجنوها، نبقاو نعجنوها صافي، خليها هكا ونطلقوها. ندير عاوتاني الدقيق ونطلق هادي عاوتاني اللي بقالي. انا طلقتها باش ما نطولش الفيديو بزاف. دابا عاوتاني ندير هاد المرشم هذا دائري، نديرو الاشكال اللي بغينا حتى عاوتاني ونحطهم حتى هما حدا هادوك اللي درت ديال الورده.
اشكالات يجيو زوينين. هاد العجينه عاوتاني حتى هي غادي نطلق حتى النهايه ونكمل، باش ما نطولش مع عليكم الفيديو. دابا غادي نضرب واحد البيضه نحيد البيض ونخليها الصفر. باش ندعل ليهم الوجه ديالهم. دابا غادي ندهن ليهم الوجه، ندهن ليهم الوجه ديالهم. بسم الله. هاد البيض هذا تيعطيهم المنظر زوين. جربوا هاد الصابلي، راه زوين واقتصادي وسهل، والمقادير ديالو ساهلين. صافي، صافي. من بعد ما دهنت لهم الوجه ديالهم بالبيض، غرشهم واحد شويه ديال الجيجاني شويه. انا عندي هنا الجلجلان شي شويه مطحون، ماشي بزاف، غير شويه. وتديروا الجلجلان هكاك، يعني حبه هكاك ديروه. خليوها هكاك، خليوها هكاك. ديروا كلشي، ما نساو حتى وحده، شتا وحده ما يبقى خطره. صافي، دابا الشكي ديالو كيجي زوين. دابا راني غادي سخنت الفران، سخنوه مزيان ونقصوه منو صابلي، راه دغيا كيطيب. وما طيبوش بزاف، ما خصوش يتحمر، خليه شويه ابيض. اذا خوتي خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه ديالو والشكل النهائي. بعد ما طاب لي هاد صابلي المالح، هانتوما هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيجي زوين واقتصادي وسهل ولذيذ، ما تشبعوش منه، غير جربوه. الطريقه ديالو سهله والمقادير ايضا بسيطه وسهله. ثم نشوفو كيجي زوين، اما نطيبوهش بزاف. صابلي ما تيبغيش طيب بزاف، غير شي شويه يكون محمر شويه. هذا الشكل مدور، وهذا الشكل على شكل ورده. نتوما ديروا الشكل اللي بغيتو. هذا هو الشكل النهائي، وهذا هو الفيديو ديال هذا النهار. كنتمنى يعجبكم وتجربوه. اذا خوتي خليتكم على خير، ونتلاقاو فيديو جديد. سلام عليكم، وتهلاو ليا فراسكم.